هاي هي شو بدنا يحكوا فيها؟ هاي هي بزاده وخبزاده سارة عبد المجيد الخضري. اشتقت لك يا روح يا روح. اشتقت لك يا سليم. شو بك امي؟ شو بك؟ انا اسراء اضلني اتقصر. شو صار معك؟ ايش بك؟ اسراء اسراء. احنا وينكم انتوا؟ ليش لهلا برات البيت؟ بنتك اسراء تعبت فجأة ونقلناها على المشفى والدكتور فحصها طلع مع الزايدة. سلامتك يا حنوني. يا ريتني انا ولا انت. يا ريتني انا ولا انت يا سليم. يا ريتني انا ولا انتو كلياتكم. بعيد الشر عنك بابا. طب سليم اذا بدك انا بنام بغرفة الاولاد وانت نام هون. الاولاد بحاجتك. بابا الله يوفقك تروح. بابا البيت بيتك شو بدك تروح؟ بكره ان شاء الله من الصبح بروح بتنازل عن الدعم. ممنون منك كثير يا ابو محمد، جميلك هذا على راسي من فوق. يا رب دخيلك، يا رب دخيلك. اوف يا ربي والله طولوا. طولوا بالك يا اولاد، انا متفائله متاكده رح يطلع سليم اليوم. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. مساء الخير. ليش لحالك؟ وين سليم؟ الشغلة صعبة كثير، يمكن شغلته مطولة. بس قلبي محسسني انه بده يطلع، مستحيل. لانه قلبك نظيف واحساسك صادق. سليم 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 سليم. وين جبنا لك سليم يا عم سليم؟ الله يخليك يا الحمد لله على السلامة حبيبي. الله لا يحرمني منك ومن اخواتك يا امي. سامحيني يا امي على كل شيء عملته معك. سامحني يا بابا، نحن من دونك ولا شيء، لما تركتنا هد البيت. وانا مستحيل اترككم مرة ثانية. ما في انسان ما بيغلط يا بابا. بس انا هلا صحيت. وبدي اياكم تسامحوني كلياتكم. الله يسامحك دنيا واخرة. أصلاً نحن ما زعلنا من البابا حتى نسامحه. البابا بيحق له يعمل كل شيء. طار التليفون وطار التليفون. إيش بك أنت؟ شو صاير معه؟ قوم تحرك فز. عود مثل إخواتك، مارك مبسوط على جيد سليم؟ لك الحمد لله على السلامة أبو السلوم. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يخلي لي ياكل يا رب. شايف شقب بيحبوك يا بابا إخواتك؟ يا بابا بيحبوني كثير. البيت مدونك خراب ونحن كنا حاسين ضياع. قلتلكن أنا ما رح أترككن. بس بس شو؟ بس أنا بالوقت الحالي ما فيني ضل هون بالبيت، في شوية أمور بدها تظبيط. ما بدي شي بابا، جيب الشيخ ورجع أمي. والله ابن عمي أنا بدونك ما بسوي شي. محشومة أم سليم، أنت بتتقلي بالذهب. تسلمني. وأنا ما كنت مقدرك مزبوط، أنا ظلمتك. خلص إسراء، من بكره ان شاء الله رح اجيب الشيخ ورجع امك. ولا ليش من بكره؟ هلا بعد شوي رح بدل ثيابي وروح جيب المأذون ورجع امكم. يلا. لك يقبر قلبي على شبوبيه. بس البابا مربوع. ساره ماما خفيفه كثير. بدي رجعني اي مزبط مكياجي. صار له 3 ايام ما حكى معي، بدي تجي حتى اعرف شو صار معه، خايفه لا يطلع ابنه سليم. انا حكيت مع يوسف وقال لي انه ابوه ما راح يسقط الدعوه، يعني وحياتك سليم راح فيها، قال لي شيء 3 سنين. اوه الله يبشرك بالخير، هلا الدور على اولاده، شو كان اسمهم؟ واحد كان اسمه يزن، في واحد ما بعرف شو كان اسمه، وليد، يزن، وليد، ما بعرف.
هلا مو مهم الاسامي، المهم تكون جاهز عشان قلت لك عليه. وانا رح ازور حبيبه قلبي ام سليم لاشوف شو الاخبار. شو؟ لك انت جننت لك عمتي، بلكي عرفتك. يا ربي دخيلك هالمخ، ولك يا دب عمدي روح لعندها لابسه لبس البصاره، يعني رايحه متنكره. بعدها هي ما بتعرف ان جوزها بحبني. وبركي شافك ابو سليم وعرفك. شوفني شلون بدي يشوفني؟ شو نسيت اني ابو سليم طلق مرته؟ يعني مستحيل يكون موجود بالبيت. بتلاقيه عم بيرقد من محامي لمحامي حتى يطالع ابنه المسكين. وشو بدك تستفيدي من هذا المشوار؟ ولا شيء، بس بدي اعرف ابو سليم بيعرف شيء ولا شاكك بشيء. بدي اعرف منه رح يرجع لبعض ولا لا. على نية التيسير الفاتحة. ان شاء الله الف مبروك، وبتمنى ما تنعاد هي المشكلة مرة تانية يا ابو سليم. الله يجزيك الخير يا شيخنا، وان شاء الله باذن الله مستحيل تتكرر هالقصة. ان شاء الله ان شاء الله. الو ايه حبيبتي؟ لا 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 خمس دقايق بكون بالبيت ما بتأخر. لا 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 ما بتأخر ما بتأخر، تمام مع السلامة. بأمل لا بأمل، مع السلامة. العيلة ظاهر بتخاف شوي، مبين عليك شيخنا. يعني الحرص واجب. ايه والله يا شيخي، لازم نسواننا نقدرون وشيلون فوق راسنا، كل ما واحد خاف من مرته بيسلم أكثر. ماي قوم امشي ولا في حلو؟ جبتي حلو ام سليم؟ لا والله أكثر ما جبت. والله يا شيخنا نسينا، خلاص انا ببعث لك على البيت ان شاء الله. يا رب. السلام عليكم. مع السلامه شيخنا. الف مبروك ماما. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يبارك فيكم. شو بده ابو فوق؟ ابوكي كان اشر لي، شو بده؟ مسوي شو بده؟ صار لي ساعة بأشر لك انه رقبتك مكشوفة، ارمي عليك اليمين مرة ثانية. لا لا دخيلة والله ما انتبهت عليك، انا اسفة. ولا عجبك الشيخ حليوة؟ أنا طاير عقلي من الفرح بابا، طاير عقلي. الحمد لله بنتي، الحمد لله. بابا أنا كتير مبسوط. وأنا كمان. إن شاء الله عطول تضل مبسوطين يعني. بدي كمل خططي وأنا مطمنة. تصطفلي، أنت حرة، أنا عن نفسي ما لي رايدك على الزيارة يا عمتي، أبي مو مطمن. لك يا أجدب، هلا هي كتير بحاجتي، وأكيد بدها تسألني، طلعي لي في الفنجان، جوزي أبو سليم رح يرجع ولا لا؟ دخيلك أبوس إيديك يا سارة البصارة، رح يرجعني جوزي ولا لا؟ عشقان علي ولا لا؟ إيه أريد طقرطة هي وياه. إذا هيك معك حق، بس بدك تديري بالك. اطمن ابن أخي، لسه الضرب القاضية لما يجي على عندي على البيت وتكبس علينا الشرطة. ما فهمت. لأنك جحش ورسمك فلتان، الكل بيعرف أنا هون مرة وحدانية، وأبو سليم دخل لعندي على البيت بدون ما أعرف. ولما عرف طاهر عندي بالبيت رجال غريب ما هان عليه، راح وخبر الشرطة. وليه يا عمتي ما واكي؟ لهون وصلت معك؟ لخلي كل الناس تحلف براسه بزق عليه، وهيك كون ضرب القاضية، هو بنحبس وأنا باخذ المصاري. فهمت ابن أخي؟ فهمت. حبيبي قوموا ساعدوا أمكم بالعشاء وتركوني أحكي مع سليم كلمتين. تحركوا. حاضر. أمي بابا، الشي اللي عملته كان ممكن يضيعك وضيع مستقبلك. لولا لطف رب العالمين فيك كنت أنت رحت انسجنت كذا سنة. بابا بس والله أنا ما بدي أسمع منك تبريرات، لأني أنا بحط حالي شوية مسؤولية أني ترككم لحالكم. بابا بتمنى سامحني، أنا آسف. على شو بدك سامحك ولا على شو؟ على ضربك للولد اللي كان راح فيها، ولا على التسرع والتهور اللي طلع من حضرتك؟ كان لازم تتصل فيني أو تخبر أمك على القليلة. بمثل هيك ظروف ما لازم تتصرف من عندك يا أستاذ. حلو كتير منك أنك تخاف وتغار على أختك يا بابا، بس في 100,000 طريقة بتتعالج فيها هيك مواضيع. معك حق بابا، أنا آسف. إذا سامحتك على هاي العملة تأكد أني مستحيل سامحك إذا بسمع بيوم من الأيام أنك ماسك سيجارة وحيط بتمك وعم تدخن. بابا والله عظيم. لا تحلف، أنا متأكد أنك بتدخن مثل ما أنك قاعد قدامي هلأ. اسمع يا سليم، أنا بقبل تعمل الشي اللي أنا عم بعمله. إذا بتشوفني سرقت أنا سمح لك تسرق، وإذا بتشوفني أنا اعتديت على حدا بسمح لك تعتدي، وإذا بتشوفني بيوم من الأيام مسكت سيجارة وحطيتها بتمي
وقتها بسمح لك تدخن، أما أنك تتصرف تصرفات بعكس تربيتي اللي ربيتك عليها فأنا ما رح أسمح لك. بوعدك بابا ما رح أعملها بحياتي. أنا بحسن أجبرك، بحسن أضربك، بحسن أقطع عنك المصروف، بس هدول الأشياء ما بيفيدوا إذا ما كانت القناعة طالعة من جواتك أنت. لأنه بكل بساطة تقدر تدخن بالسر، أو تقدر تدخن إذا شي مرة كنت سهران وضيفك حدا من رفقاتك. باختصار هذا الموضوع لازم يكون نابع منك أنت، وبدي توعدني قدام رب العالمين إنك بحياتك كلها ما بقى تعيدها، وإذا بيوم الأيام بيصير عليك شي اتصل فيني وخبرني يا بابا، لا تخاف مني. شو ما صار عليك استشيرني، لا تخاف. مستحيل تلاقي بالكون كله حدا يحبك قدي، مستحيل تلاقي بالكون كله حدا يخاف عليك مثلي. بتعرف ليش؟ ليش؟ لأني بحبك. أنت ابني البكر، أول فرحة شافت عيوني. أنت لما جيت مليت علي الكون كله، كان طاير عقلي من الفرح. حبيتك حب ما حبيته لبني آدم. أنت بالنسبة لي أملي بالأيام اللي جاي. ما بدي إياك تخزلني يا بابا. أحمد الله إني عندي أب مثلك. قوم شوف نخلص العشاء. ماشي بابا. ماما في هاي البصارة اللي كانت تيجي عنا من زمان قال بدها اياكي.